بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الكلام في اعتبار نهج البلاغة وأن هذا الكتاب روايات يرويها الشريف الرضي رحمه الله عن أمير المؤمنين، وأن المضمون في هذا الكتاب إنما هو مضمون قوي، لا يعتريه الشك بأنه صادر عن أمير المؤمنين، نشير إلى مطلبين ذكر أولهما الشيخ الكليني رضوان الله عليه في الكافي وما يدل على ان الخطب المذكوره في نهج البلاغه وقد سبق الشيخ الكليني نقل بعض هذه الخطب في كتاب الكافي الشريف ان, هي أن هذه خطب امير المؤمنين ولها مكانه علميه معرفيه معنويه بل وسلوكيه مكانه مرتفعه لا يمكن أن يصل إلى مثل هذا الكلام إلا المعصوم سلام الله عليه يقول الشيخ الكليني في الكافي الشريف المجلد الأول صفحة 136 بعد روايته خطبة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فيها التوحيد يقول فلو اجتمع ألسنة الجن والإنس جميع الجن والإنس اجتمعوا ليس فيها لسان نبي نستثنى الأنبياء دون الأنبياء فليجتمعون لإظهار هكذا كلام ولبيان معرفة الله عز وجل ليس فيها لسان نبي على أن يبين التوحيد بمثل ما أتى به بأبي وأمي ما قدروا عليه ولولا إبانته يعني إظهار أمير المؤمنين التوحيد في هذه الخطبة وفي باقي خطبه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ولولا إبانته صلوات الله عليه ما علم الناس كيف يسلكون سبيل التوحيد لضاع التوحيد كما أراد أتباع ابن تيمية إضاعة التوحيد فأن يصورون الله جسما محل عروض العوارض والأحداث هكذا ضاع التوحيد او كما يصور الله النصارى بانه له ابن او على ما يعتقدون من تفاصيل تعلمونها. التوحيد الحقيقي انما هو في مدرسه امير المؤمنين وفي كلمات امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام. في قوه مضمون هذا الكتاب ابن ابي الحديد هذا العالم المعتزلي يقول بأنه قرأ خطبة يبدأها أمير المؤمنين بسورة الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر خطبة حول الموت يقول ويحلف بالله العظيم أنه قرأ هذه الخطبة أكثر من ألف مرة في حياته خمسين عام أكثر من ألف مرة وفي كل مرة يزداد علما ويزداد تعجبا بما يقوله أمير المؤمنين أليس هذا مما يدل على السمة المعرفية في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام هل يمكن أن تصدر مثل هذه الكلمات عن غير أمير المؤمنين عن غير المعصومين سلام الله عليهم أجمعين عن غير من ألهمهم الله عز وجل وألقى نور العلم والمعرفة في قلوبهم يقول ابن أبي الحديد أقسم بمن تقسم الأمم كلها به تقسم الأمم كلها به لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسين سنة إلى الآن أكثر من ألف مرة ما قرأتها قط يقول إلا وزدت معرفة لذلك نرى أن علماءنا حتى في الفقه يستشهدون بنهج البلاغة يعني نهج البلاغة بصورة عامة هذه هذا الكتاب كتاب معتبر إلا ما دل الدليل الخاص لو عارض رواية رواية أخرى فإذا كان هناك دليل خاص على عدم الاعتماد على بعض الكلمات فهذا يكون في باب التعارض نهج البلاغة موثوق بتوثيق عام إذا في مكان خاص كان هناك رواية تعارض ما في نهج البلاغة في مضمون فنذهب إلى باب التعارض وللعلماء في الأصول في باب التعارض بحث أنه نأخذ بأي الخبرين المتعارضين وهناك ضوابط في الروايات وضوابط ذكرها العلماء في الكتب الأصولية في باب التعادلة والترجيح إذن بصورة عامة نهج البلاغة كتاب معتبر واستشهد بهذا الكتاب العلماء في الفقه أيضا يقول السيد العام في بيان الفيق المجلد الثاني صفحة 42 يقول: مضافاً إلى اعتبار نهج البلاغة فإنه مقبول عند الأصحاب ولا يقل اعتباراً عقلائياً عن توثيق السند مقبول كمقبولة عمر بن حنظلة الروايات المقبولة عند الأصحاب بل هناك الاعتبار العقلاء على قبول مثل هذا السند. فالوثاقه الخبريه موجوده فيه كما سبق وان اشرنا الى هذا الكلام في حلقه سابقه. مع ان الفقهاء قديما وحديثا اعتمدوا على نهج البلاغه ونسبوه الى علي عليه السلام في شتى الاحكام والفروع بل يضيف ولم يبدل مشهور التشكيك في إسناده إليه عليه السلام المشهور لم يشكك في ذلك أنا فحصت في كتب الأعلام فوجدت أن أكثر العلماء ينسبون نهج البلاغة إلى أمير المؤمنين عليه السلام مباشرة ينسبون نهج البلاغة بدون نقلا يعني لا يقول روي عن علي بل يقول عن أمير المؤمنين أو يقول قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام قال أمير المؤمنين مباشرة السيد ابن طاووس ينسب الكتاب أذكر نماذج بصورة سريعة مما جمعتها يقول فإن مولانا أمير المؤمنين لما وصف الدنيا في نهج البلاغة أمير المؤمنين وصف الدنيا في نهج البلاغة ذكر ان النبي صلى الله عليه واله ابغضها كما في فلاح السائل ونجاح المسائل صفحه 211. الشهيد الاول على عظمته وعلى دقته يقول: ورويت كتاب نهج البلاغه الذي هو معجز الامام المعترف الطاعه امير المؤمنين عن جماعته. هذا يعني مسلم هذا اعجاز هذا كما ان القران اعجاز السماء نهج البلاغه اعجاز امير المؤمنين من الذي يقول هذا يقوله احد اساطين الفقه في طول الغيبه الكبرى الشهيد الاول من السته الاعاظم في الفقه مطلقا الى يومنا هذا كما في رسائله صفحه 308 المحقق الكركي ايضا احد السته الاعاظم في تاريخ الفقه الشيعي. يقول وكلام امير المؤمنين في نهج البلاغه يدل على الاختصاص في اماكن متعدده كما في جامع المقاصد المجلد الاول صفحه 428 يقول في رسائله رساله العداله المجلد الثاني صفحه 47 ومن تامل كلام سيدنا امير المؤمنين في نهج البلاغه كلام سيدنا في نهج البلاغه في المدارك صاحب المدارك يقول: وفي كلام امير المؤمنين في نهج البلاغه ما يدل على ذلك. السب زواري في الذخيره يقول: في كلام امير المؤمنين في نهج البلاغه. الوحيد البهبهاني يقول: خطب امير المؤمنين في نهج البلاغه، ويدل عليه ما كتب امير المؤمنين الى اهل مصر مع محمد بن ابي بكر، وهذا مذكور في نهج البلاغه. عبارات متعدده عن العلماء. النراقي يقول ما تقول في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم وقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة وعجباه القمي في عوائد الأيام صاحب الجواهر في المكاسب الشيخ الأعظم صاحب الجواهر يقول قول أمير المؤمنين في نهج البلاغة ولا تسافر يوم الجمعة في المكاسب الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول يستحب يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف وعليه يحمل قول أمير المؤمنين في نهج البلاغة ويأتي بالرواية المحقق الخنصاري ينسب النهج إلى أمير المؤمنين أيضا في أماكن متعددة من جامع المدارك في المجلد الثالث صفحة 100 في المجلد الخامس صفحة 406 السيد الوالد رضوان الله عليه في عشرات الموارد ينسب الكتاب الى امير المؤمنين سلام الله عليه قد يقول قائل بان هؤلاء انما نسبوا هذا الكتاب في الموارد غير الالزاميه لان الاحكام الفرعيه على قسمين اقتضائيات ولا اقتضائيات الزاميات وغير الزاميه في المستحبات والمكروهات لنا قاعده التسامح في ادله السنن يعني إذا كانت هناك رواية ضعيفة السند تشمله الرواية التي تقول من بلغه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله روايات مستفيضة فيها بعضها صحاح من بلغه شيء على عمل أو ثواب على عمل فعمله بذلك الثواب أعطي له ذلك الثواب اللي العلماء مشهور العلماء استفادوا أن الروايات الضعيفة يمكن ذهاب إلى استحبابها بقاعدة التسامح في أدلة السنن أو الذهاب إلى كراهتها لو كانت تدل على الكراهة للتسامح في أدلة السنن وهناك رسائل متعددة كثيرة في هذا البحث يذكرها العلماء في علم الأصول فقد يقال بأن الاعتماد على مثل نهج البلاغة في غير الإلزاميات في غير الواجبات والمحرمات هذا لقاعدة التسامح وليس لاعتبار الكتاب فإن العلماء يعتمدون حتى على المراسيل والضعاف في استخراج الحكم الشرعي غير الإلزامي ألا اقتضائي ولكن أولا نسبتهم النهج إلى مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه نسبة قطعية وجازمة ذكرت بعض الموارد فلا يقولون بأن هذا الفعل مستحب وإنما يقولون هذا ما قاله أمير المؤمنين في التسامح في, الأد... في أدلة السنن لا يذكر العلماء بصحة نسبة الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه هل هذه هذه الرواية ذكرها رسول الله أم لا يقولون لولا الادله الاخرى التي توجب الثواب او تثبت الاستحباب لم نكن لنجزم بان هذه الروايه صدرت عن رسول الله، وحتى بعد هذه الروايات، روايه التسامح في ادله السنن لا نجزم ايضا بان هذه روايه صدرت عن رسول الله، وانما لحكومه ادله التسامح نقول بثبوت الثواب او بثبوت الاستحباب لأن هناك اختلاف في المباني المشهور على ثبوت الاستحباب والبعض خصوصا من المتأخرين على ثبوت الثواب فقط دون الاستحباب فلا ينسبون هذه الرواية الضعيفة إلى رسول الله مباشرة ولا يجزمون بذلك ولكن في نهج البلاغة يجزمون فهذا أولا جزمهم دليل اعتمادهم على هذا الكتاب بانه صادر عن المعصوم سلام الله عليه. هذا اولا بل حتى في الالزاميات. حتى في الالزاميات اعتمد بعض من العلماء على نهج البلاغه في اثبات بعض القضايا الالزاميه او في تخصيص بعض المطلقات المعتبره او في تقييد في تخصيص بعض العموم أو في تقييد بعض المطلقات. مثلا الشيخ الأعظم، الشيخ الأنصاري، هذا الرجل الذي الحوزات العلمية في زماننا هذا بعده إنما هي على مائدة الشيخ الأنصاري. له كتب متعددة من أهمها كتاب المكاسب في الفقه وكتاب الرسائل في الأصول، فرائد الأصول. الشيخ الانصاري هذا العالم العظيم ياتي ويخصص روايه صحيحه بما ذكره امير المؤمنين في نهج البلاغه هل يمكن ان نخصص روايه صحيحه ان ينثلم عموم هذه الروايه الصحيحه لاجل روايه ضعيفه السند كلا لأجل رواية غير معتبرة كلا لا يمكن ذلك. مع ذلك نرى أن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في كتاب الزكاة له كتاب كتاب الزكاة صفحة 361 يذكر في مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد أنه هل يجوز ذلك أم لا. يخصص رواية الحلبي الصحيحة السند وهو الشيخ الأعظم بنفسه قبل هذا المقطع صحح يعني صرح بصحة السند رواية الحلبي ولكن يأتي ويقول بأن بما في نهج البلاغة نخصص هذه الرواية أو نحمل هذه الصحيحة على خلاف ظاهرها يقول كما نص عليه الإمام في الكلام الذي حكيناه عن نهج البلاغة في آداب العامل ومنه يظهر الجواب عن رواية الحلبي هذه الرواية رواية صحيحة صرخ صرح الشيخ الأعظم بصحتها في نفس الكتاب وبكلام نهج البلاغة حمل الصحيحة على خلافه ظاهرها إذن لا يمكن ان نقول بان هذا الكتاب كتاب غير معتبر مع وجود المضمون العالي مع وجود القرائن المتعدده مع اعتماد اهل الخبره في الفقه والاصول على هذا الكتاب اذا لا خلاف ولا بحث في حجيه هذا الكتاب وانه من امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وأسك السلام فكل ما في هذا الكتاب الا ما خرج بالدليل الخاص المعتبر هذا مما يمكن ان يجعله الانسان امام عينه ويستفيد منه في مجال المعرفه النظريه والمعرفه العمليه وكذلك في مقام السير والسلوك الخارجي هذا تمام الكلام في المحور الأول وهو اعتبار نهج البلاغة. أما المحور الثاني فهو في يعني معرفة سريعة لعظمة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في الجانبين العلمية والمعرفي والجانب العملي. حكمة أمير المؤمنين سلام الله عليه النظرية والعملية ما ذكره أمير المؤمنين بما يرتبط بالإيمان بالله عز وجل بالإيمان بالمعاد بالإيمان بالغيبيات وما ذكره أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بما يرتبط بالسلوك الإنسان الحياة العملية كيف يمكن أن يقومها الإنسان فنذكر شيئا من جوانب عظمه امير المؤمنين قبل ان نبدا بالخطبه الاولى. وهذا مما نذكره ضمن امور. الامر الاول في اهميه الحكمه ضروره الحكمه وانها تجلت في امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام. العله التامه للحسن الحكمه اليقين. العله التامه للقبح الجهل الشك الترديد هذا ما يركز عليه امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام ان اليقين عله للحسن لان الاشياء على اقسام بعض الاشياء هي عله تامه للحسن كالعادل العادل اينما وجد فهو حسن بعض الاشياء عله تامه للقبح كالظلم الظلم اينما وجد فهو قبيح بعض الاشياء مقتضيه للحسن او مقتضيه للقبح الكذب الكذب مقتضى للحسن قد يكون الكذب قبيحا مقتضى للقبح الكذب قد يكون الكذب حسنا كما يذكره الفقهاء في بحث الاصلاح، الاصلاح بين الزوجين، الاصلاح بين المتخاصمين، واحد يكذب على الزوج وينقل عن الزوجة أمرا يوجب تليين قلب الزوج وبالعكس هذا مما استثني عن حرمة الكذب، إذا الكذب ليس علة تامة للقبح ولو كان علة لا تامة للقبح لم يستثنى منه مورد، وإنما هو مقتضى للقبح وقد لا يكون قبيحا كما في الكذب للاصلاح، وبعض الاشياء هي مقتضية للحسن ولكنها قد تكون قبيحة في بعض الاحيان، غالبا هي حسنة مثل العلم، العلم انه ان يصل الانسان الى درجات، ولا العلم في نفسه مقتضى للحسن ولكن قد يكون هذا العلم سببه فساد الانسان، يدرس ليصل الى مرحلة ليطغى ليصل الى بحث القضاء ويرتشي في نفسه هذه الدرجات المعرفيه لم تصل الانسان الا للشقاء وبعض الاشياء هي ليست مقتضيه للحسن ولا للقبح وانما هي بالوجوه والاعتبارات كالماشي هذا المشي اذا كان لزياره ابي عبد الله الحسين عليه افضل الصلاه والسلام فهو حسن مطلوب واذا كان للذهاب الى اماكن الفسق والفجور فهو مذموم قبيح. الحكمه اليقين انما هما علة تامة للحاصل. والجهل والترديد والشك هذه كلها علة تامة للقبح في كلام امير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك نرى ان القران ان الله عز وجل انما هو حكيم. القرآن يصف نفسه بأنه قرآن حكيم. الله عز وجل يؤتي الحكمة لمن له صبغة الله ومن أحسن من الله صبغةً، يعني من اعتمد على الله، من اعتقد بالله، من عمل لله فهذا يؤتى إليه الحكمة. لذلك في الآية المباركة: يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا الحكمه هي عله تامه للحسن فمن له الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا في لقمان الله عز وجل يقول ولقد اتينا لقمان الحكمه بالنسبه لداود على نبينا وآله عليه السلام في القران الكريم وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء بالنسبة لآل إبراهيم فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة الحكمة أن تكون على حكمة وهذه الحكمة كانت ترتبط بمعرفة ما ينبغي أن يعلم فهي ما يعبر عنها القرآن بالإيمان وإذا كانت الحكمة مما هي يجب أن تُعمل في القرآن يعبر عنها بالعمل الصالح، لذلك الحكمة يعني العمل الصالح مقترن بالإيمان، ولولا أحدهما كأنما كالواجب المجموعي، أحدهما يجذب الآخر، ولو فقد أحدهما لذهب الآخر ولم ينفع أو ما يذكره البعض بالحكمة النظرية والحكمة العملية رسول الله صلى الله عليه وآله ليس هو حكيم فقط بل معلم الحكمة الآية المباركة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة بل صلى الله عليه وآله كما في القرآن الكريم يدعو الناس بالحكمة أيضا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة المعصومون سلام الله عليهم وعلى راسهم امير المؤمنين امير المؤمنين هؤلاء نفس رسول الله امير المؤمنين نفسه يعرف في نهج البلاغه يعرف نفسه في الخطبه 192 يقول يرفع لي يعني رسول الله صلى الله عليه واله يرفع لي في كل يوم من اخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به فأراه ولا يراه غيري لم يجتمع في بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما نحن الثلاثة كنا مسلمين أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة هذه الشامة ليست شامة ترتبط بالملك بل شامة ترتبط بالملكوت كما في قضية النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام إني لأجد ريحة يوسف من مكان بعيد هذه شامة ملكوتية ويقول أمير المؤمنين ولقد سمعت رنة الشيطان حيث نزل الوحي عليه فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة فقال هذا الشيطان قد آيس من عبادته بعد ذلك قال له رسول الله: انك تسمع ما اسمع وترى ما ارى، الا انك لست بنبي ولكنك لوزير وانك على خير، هذا امير المؤمنين هذا تربية رسول الله صلى الله عليه واله، ما لرسول الله بقوله تعالى: في آية المباهلة أنفسنا وأنفسكم ما لرسول الله صلى الله عليه وآله ثابت لأمير المؤمنين وما لأمير المؤمنين ثابت لأبنائه عليهم أفضل الصلاة والسلام فإنهم كلهم نور واحد يقول أمير المؤمنين عندما يُريد أن يعرف نفسه في بعض الخطب أمير المؤمنين يقول أنه مذموم أن يمدح الإنسان نفسه ولكن مع ذلك أنا مضطر أن أذكر بعض تلك الأوصاف لأنكم ابتعدتم عن جادة الحق. فالواحد يروح يعرف نفسه يقول أنا أستاذ في الحوزة، أنا أستاذ في الجامعة، أنا خبير في التكنولوجيا، أنا خبير في الصناعة، أنا يعرف نفسه حتى يعرفون جزءا من، أمير المؤمنين يقول: مذموم أن يمدح الإنسان نفسه ولكن كيف لي من الضروري أن أبين جزءا مما أعطاه الله لي لكم وبين جزء لكم حتى هذا البون الشاسع الحاصل بين الناس الذين انحرفوا عن أمير المؤمنين هذا البون قد هذه الرقعة الواسعة قد تتضيق قد أمير المؤمنين يوجب رجوعهم إلى فطرتهم قد يؤثر هذه الهوة تقل بينه وبين الذين ابتعدوا عنه، الذين غرتهم الحياه الدنيا. لذلك يقول في خطبه رقم 189: ايها الناس سلوني قبل ان تفقدوني فلا انا بطرق السماء اعلم مني بطرق الارض. وهل هناك من يمكن ان يتفوه بهذه الكلمه غير امير المؤمنين؟ في خطبه اخرى يقول والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت كل أموركم واضحة عندي مكتوبة في كفي أراها ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله يعني تتركون رسول الله وتأتون إلي وتغالون في كما غال البعض في أمير المؤمنين الا واني مفضيه الى الخاصه ممن يؤمن ذلك من انا اذكر هذه بعض هذه المعارف ولكن للخاصه مو لكم كعامه اللي يؤمن من عدم الانحراف يقول في خطبه رقم 197 فوالله الذي لا اله الا هو اني على جاده الحق انا ما انحرف علي مع الحق والحق مع علي يا عمار إن سلك الناس واديا وسلك علي واد اخر فاسلك وادي علي يبين شيئا من فضائله أمير المؤمنين لأنه مسدد من قبل الله من قبل السماء يقول في الحكمة رقم 114 ما شككت في الحق مذ أريته أنا لم أشك في الله عز وجل مذ رأيت الله طبعا مو بالنظر وإنما بالبصيرة كما في تلك الرواية الأخرى المفصلة عن أمير المؤمنين لذلك وصل إلى مرحلة يقول في الحكمة رقم 111: لو أحبني جبل لتهافت. هنا الشريف الرضي يقول: لأن المصائب تنزل عليه، يعني من يحب أمي... يحب أمير المؤمنين تنزل عليه المصائب. لا لم يتحمل لو أحبني جبل لتهافت الحب الحقيقي لو دخل في قلب هذا الجبل ما كان يتحمل. لأن أمير المؤمنين من الذين ارتقوا إلى قمة وصل إلى قمة القمم باختيار الله عز وجل. إن شاء الله نذكر باقي هذا البحث في الحلقة المقبلة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.